في مؤسسة المدى للثقافة والفنون ضمن فعاليات بيت المدى بشخصية وطنية كبيرة لعبت دورا كبيرا في تطور الحركة الوطنية العراقية ومن مؤسسي التيار الديمقراطي في العراق منذ الثلاثينيات إنه الأستاذ حسين جميل. وابتحت في دار المدى بهذا العلم البارز إنما تحتفي وتستذكر رموز العراق الحديث والشخصيات الكبيرة التي لعبت الدور الأبرز في تطور هذا الوطن. ولد ببغداد وبدأ منذ ذلك الدور الفكري ومنها الإضراب لأحد مدرسي الثانوية المركزية وكان من البريطانيين حتى انتقل إلى كلية الحقوق الفريدموند ببغداد وفصل من كلية الحقوق فصلا نهائيا أحد مؤسسي جماعة الأهالي الشهيرة ببغداد التي وضعت اللبنات الأولى للتيار الديمقراطي العراقي وكان صاحب امتياز حتى عام 36 فأصبح مديرا للدعاية لوزارة الداخلية ثم عاد إلى القضاء حتى منتصف الأربعينات عندما أسس الحزب الوطني الديمقراطي وانتخب نائبا وبعد ثورة 14 تموز إذ كان هو يعني من الجناح المدني الذي أدار الثورة أو اشترك في الثورة وبعد الثورة عين سفيرا في الهند وعاد إلى بغداد وعين وزيرا للإرشاد لبضعة أيام ولأسباب يعني لا مجال لذكرها صار خلاف واستقال من وزارة وزارة الإرشاد وانصرف في يعني في السنين الباقية إلى التأليف وتصنيف المؤلفات القانونية والتاريخية وحضور المناسبات الاجتماعية والوطنية. هذه الندوة الاستذكارية وهي ليست ندوة بحثية حتى نذكر السادة الحضور هي ندوة استذكارية واحتفائية ليست إلا حتى لا ندخل في مناقشات وهذه مناقشات تاريخ العراق الحديث اللي هو مملوء بالألغاز ومملوء بالمشاكل البحثية فالندوة هي استذكارية بحث الرحمن الرحيم المتحدث إليكم أحد أقطاب الحزب الوطني الديمقراطي الذي عاصره منذ بداية تأسيسه في عام 1946 عندما كنت طالبا في كلية الحقوق ومنذ ذلك التاريخ عرفت شخصيات الحزب الوطني الديمقراطي عن بعد وذلك من خلال جريدة الأهالي التي كان يقرأها غالبية العراقيين سواء كانوا منتمين إلى الحزب أو بعيدين عنه لأنه كانت لسان الوطنيين الديمقراطيين في العراق عرفت الأستاذ حسين جميل كما عرفت رئيسنا الراحل المقرور له الأستاذ كامل الشاذرجي الذي يعود إليه الفخر الكبير في تأسيس الحركة الديمقراطية في العراق والذي مال إلى الحزب الوطني إلى جماعة الأهالي في الوقت الذي كان هو عضوا فاعلا في حزب ياسين الهاشمي كل ذلك من أجل أنه وجد رجالا أكفاء ومن أنصار الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق إذ كانت جماعة الأهالي قد تشكلت عام 1931 وكان المرحوم
الأستاذ حسين جميل أحد أعضائها البارزين، تشكلت من الأشخاص المعروفين هم محمد حديد، المرحوم محمد حديد، والمرحوم عبد القادر إسماعيل، والمرحوم حسين جميل، والمرحوم عبد الفتاح إبراهيم. فمال زعيمنا الكبير الأستاذ الشاذرجي إلى هذه المجموعة مفضلا مكانته العليا عند ياسين الهاشمي وفي حزبه، كان أحد المؤسسين لحزب ياسين الهاشمي. كانت هذه المؤسسة بداية نشر الديمقراطية في العراق، وكان أول مقال كتب في جريدة الأهالي هو باسم حسين جميل. عرفت فيما بعد الأستاذ حسين جميل عن قرب بعد عام 1958، إنما قبل ذلك كنا عندما نحضر إلى اجتماعات الحزب أو ندواته تكون علاقات غير صميمية، كل ما هنالك أنه ننتظر الكلام من زعيمنا المرحوم الشاذرجي أو الأستاذ محمد حديد أو الأستاذ حسين جميل. فكان الأستاذ حسين جميل في ذلك الوقت السكرتير العام للحزب، وكان في الحقيقة يشغل هذا المنصب طيلة اللجنة المركزية للحزب، بل كان المقرب جدا من المرحوم الأستاذ الشاذرجي، بحيث أنه مكتب الرئاسة كان يتشكل من 3 أشخاص، هو زعيمنا الكبير المرحوم الشاذرجي ومحمد حديد وحسين جميل. الحقيقة لا أريد أن أطيل الكلام، فالكلام كثير عن المرحوم حسين جميل، ولكنني أختصر مقتطفات من حياته التي عاصرتها معه، وخاصة بعد عام 1958. يتميز المرحوم حسين جميل بأنه كتلة علم وثقافة وأدب، وكان يتميز عن جميع الذين تخرجوا من الحقوق في تلك السنوات بأنه فقيه قانوني كبير. وفي الحقيقة بانت مواقفه القانونية من خلال كثير من المناسبات، وكان الرائد الأول في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية ومبادئ الدستور. قليل من الذين تكلموا عن الدستور، إلا أن الذين تكلموا عن الدستور هم قادة الوطن الديمقراطي المرحوم زعيمنا الأستاذ الشاذرجي وحسين جميل بالذات، لأنه كان الفقيه القانوني الكبير، وكان يلقب بلسان الحزب الوطني الديمقراطي القانوني. وأذكر من مواقفه العلمية أنه كان يحاجج الحكومة بمواقف قانونية محرجة، وعلى سبيل المثال أذكر أنه صدر قرار بإبعاد عبد الرزاق الزبير وقاسم أحمد العباس إلى نقرة السلمان، فكتب الأستاذ حسين جميل مقالا قانونيا أحرج فيه الحكومة، فكتب في المقال أن الحكومة من حقها بموجب القانون أن تمنع الشخص من الإقامة بمكان معين، وليس من حقها أن تجبره على الإقامة في مكان معين. فقال تعبير جميل جدا أنه لا يمكن قبول هذا المبدأ إلا إذا فسرنا المادة القانونية على الوجه التالي: يا عبد الرزاق زوير ويا قاسم أحمد العباس، ممنوع عليكم الإقامة في كافة أنحاء العراق عدا عين التمر. فهاي الطلعة القانونية دقيقة جدا كانت الحقيقة، وتغير موقف الحكومة في إبعاد هذين الشخصين
إلى نبرة السرمان. ونفس الوقت تكرر الوضع مع المرحوم عبد الرحمن البزاز عندما أجبر على الإقامة في شمال العراق، وعبد الرحمن البزاز كان مريض ولا يتحمل برد الشمال، فاستنجد بالأستاذ حسين جميل وتصرف نفس التصرف الذي تصرف به بالنسبة إلى عبد الرزاق الزبير وقاسم أحمد العباس، فتدخل واستطاع أن ينقل عبد الرحمن البزاز من مكان إقامته في شمال العراق إلى تكريم. هذا هو حسين جميل في الحقيقة، المتكلم والفقيه القانوني الكبير. تظهر هذه القابلية من مؤلفاته التي تركها لنا ومن الكتيبات المتعددة التي أصدرها كندوات ثقافية في الحزب الوطني الديمقراطي، منها دفاع عن الحريات العامة، منها دفاع عن حقوق الإنسان، منها إلغاء الأحكام العرفية. عندما استوزر في وزارة علي جودة الأيوبي إذ شرط شرطاً على رئيس الوزراء أنه لا يدخل الوزارة ما لم ترفع الأحكام العرفية، وانصاعت الوزارة لرأيه ورفعت الأحكام العرفية، حتى أنه عندما نوقش الأستاذ حسين جميل في ندوة الحزب عندما كان الأستاذ المرحوم الشادرجي قد أخذ على نفسه في استوزار حسين جميل في وزارة حكومية دون استشارة الحزب، فاعتزاز المرحوم كامل الشادرجي مع عدم رضائه على هذا الاستئذار سمح للأستاذ حسين جميل أن يحضر الاجتماع السنوي للحزب، وكان عام 1950، ليسمع أعضاء الحزب رأي الأستاذ حسين جميل في استئذاره، إذ كان من رأيه أنه نحن صحيح من المعارضين ولكن لا بد لنا من أن ننفذ إلى جهاد الحكم بطريق أو آخر، وأيا كان الأمر فتم المصالحة في ذلك الاجتماع وتم التصفيق للرئيس كامل الشادرجي وحسين جميل. تظهر كتابات حسين جميل في تأثره بالنسبة إلى مسألة حقوق الإنسان. لم أجد كاتبا من أساتذة القانون أو من السياسيين الذي تناول موضوع حقوق الإنسان بالصورة التي تمثلت بها كتابات الأستاذ حسين جميل. على سبيل المثال، كل الذين كتبوا عن حقوق الإنسان كتبوا باستطلاع عن المبادئ، إلا أنه ظهرت منه بادرة غاية في الأهمية، أنه المفروض هذا الموضوع أن يناقش من قبل أساتذة القانون الدستوري، وإذا بالأستاذ حسين جميل ينفذ إلى هذا الموضوع ويصدر كتابه الذي كان مجموعة محاضرات في معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة عام 1970، وهو علاقة حقوق الإنسان بالقانون الجنائي. وقال في مقدمة هذا الكتاب أنه كل القيود التي ترد على الإنسان وحقوقه ترد من القانون الجنائي، وهذه بادرة لم تتبادر إلى ذهن أي حد. وفي نفس الكتاب يتكلم عن الدستور، وكانت مواقف المرحوم حسين جميل مواقف جادة وعلمية فيما يتعلق بمسألة الدستور، ففي كتابه الحياة البرلمانية في العراق ناقش هذا الموضوع مناقشة دقيقة جدا وعرض لمسات مضيئة في البرلمان عند مناقشة بعض المبادئ من الدستور، فكانت له إلمامة كبيرة في مسألة الدستور، حتى أنه في عام 1980
58 كلف في وضع دستور للحكومة العراقية بعد ثورة تموز. عرفت أيضا حسين جميل بعد عام 1958 بتماس معه، لأنه نسب أن أكون مساعدا له كسكرتير عام للحزب بعد ثورة 58، وهذا التنسيب سمح لي أن أتعرف عليه شخصيا أكثر مما كنت أسمع منه أو أقرأ عنه، فوجدته رجلا مخلصا وأمينا عاما ويحضر إلى الحزب يوميا وبشهادة أمينة. أقول أنه كان ثلاث أشخاص يحضرون للحزب يوميا، هو أستاذنا الكبير المرحوم الجادرجي ومحمد المرحوم محمد حديد والمرحوم حسين جميل. وكانت جولاتنا التي تقوم في أنحاء العراق لزيارة مقاضاتنا الحزبية في المحافظات، كان الأستاذ حسين جميل هو الوحيد من اللجنة المركزية الذي يخرج إلى هذه الزيارات، وكنت أنا أرافقه في جميعها، وكان محبوباً من الجماهير، حتى أني أذكر أننا عند زيارتنا للنعمانية استقبلونا الناس على بعد كيلومترات من المدينة، واحتضن حسين جميل وأعطيت الصورة إلى الجماعة أخواننا مكتب المدى، فجلسنا هناك وناقش الموضوع، وكان الجماهير في حدة شديدة ضد الحزب الشيوعي، لأن كانت هناك مباردات بينه وبين الحزب الشيوعي، وكان أفضل من يخفف هذه الأزمات هو المرحوم حسين جميل، إذ كانت بلباقته وقدراته الشخصية وأسلوبه في الكلام وحججه التي يعرضها، كان يؤثر ويقلل من التصادمات التي كانت تقوم في تلك السنوات. هذا هو المرحوم حسين جميل الذي ترك لنا تاريخا مجيدا، وبالوقت ذاته عزز مكانة الحزب الوطني الديمقراطي في أذهان الجماهير، لأنه في الحقيقة كانوا الأشخاص الثلاثة المرحوم الجادرجي ومحمد حديد وحسين جميل الركيزة الأساسية التي قام عليها الحزب منذ تأسيسه وتقريبا إلى حد نهايته المحزنة في عام 62. هذا هو الأستاذ حسين جميل، وقد تجدون في الملحق الذي أخرجته المدى الكثير من مواقف حسين جميل، وأنه يستحق عقد هذه الندوة لذكراه، لأنه عزيز علينا جميعا، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى جماعة المدى لتكرمهم بعقد ندوات لذكرى شخصيات عزيزة على العراقيين، سواء كانوا قد قضوا في العهد الملكي أو العهد الجمهوري أو العهود اللاحقة، لأن في العراق رجالا عظام. قرأت وأنا طفل في مجلة الاثنين، كنت في الابتدائية أو في أواخر الابتدائية، مجلة الاثنين تنشر أقوال لعزيز علي المصري، هذه أود أن أذكر أخواني في جماعة المدى، في تحت إحدى الصور كتب عزيز علي المصري: وجدت في العراق رجالا، وإننا الآن بحاجة ملحة إلى أن نلم الجهد ونجتمع على قلب ولسان واحد، لأنه كما يقول شاعرنا صفي الدين الحلي: لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب
قضى ولم يقض في إدراكها وطرى لا بد للشهد من نحل يمنعه لا يجتني النفع من لم يحمل الضرر. والسلام عليكم. الأستاذ صلاح عبد الوهاب على كلمته القيمة هذه. الآن الكلمة للأستاذ القانوني طارق حرب، ولعله سيتحدث عن بعض جوانب حياة حسين جميل القانونية، فليتفضل. من فضلك. عظيم المثقفين في المجالس الجميل الاستاذ علي الاستاذ وتقليد جميل ورسم جليل ذلك الذي ذهبت عليه مؤسسة المدى في إقامة مثل هذه المصنوعات. وأكثر جمالا وأكثر نبلا ألا وهي الاحتفاء والاحتفاء كانت الأسماء والصفات والكنى عليه وكأنه امرئ القيس كما سموا له 10 سنين يسمى حمدجا وعديا وملائكة ويقنى بأبي به وأبي وأبي الزيد وأبي الحارث ولقب بالذاهب وذو القروح والملك الظليل. أما 10 ألقاب امرئ القيس. سبحان الله، حسين جميل أخذ من امرئ القيس الأسماء والألقاب والصفات والكلمة. أما أنه وزيرا فأشغل الوزارة لمرتين، أولهما نحو ما تفضل أستاذنا الفاضل في وزارة الأيوبي جودة الأيوبي، استوزر وزيرا للعدلية للفترة من شهر 12/49 لغاية شهر شباط 1950، والوزارة الثانية هي الوزارة الإرشاد التي استوزر فيها يوم 7 شباط 1959 سنة المرسوم الجمهوري. ويوم 9 شباط صباحا قدم استقالته، ومعلوم الاستقاله ما هي؟ ان الرجل اختلف مع المرحومان اختلفا عبد الكريم قاسم وحسين جميل على مقاله كانت قد ذكرتها جريده الطريق الشعب، هجت وقدحت بالوزراء المستقيلين اصدر والله يمكن طريق الشعب الحسن أخو الحسين غادي. أقول هجت الوزراء المستقيلين فانبرى مارس سلطته يوم 8 أول يوم دوامه يوم 8/2 أصدر أمرا بإغلاق الجريدة، الظهر أصدر عبد الكريم أمرا بإلغاء هذا الأمر، 9 صباحا الثاني يوم يعني استيزر ساعات قدم استقالته. وأما أنه سفير فخير من مثل السفارة العراقية في الخارج، لا سيما وانه استلم السفاره في نيوجيرسي زمن جواهر لال نهرو. حرك السفاره لاجل اعاده العلاقات شبه المقطوعه ما بين العراق وما بين الجمهوريه العربيه المتحده على ذلك. واما انه قاضي فهو في القضاء فيه ابوه ونسب، يعني هو قاضي ابن قاضي وجده قاضي. استقضي في الثلاثينات والأربعينات وخدم في القضاء في محاكم الحلة والبصرة وبغداد وعانة، أما محامي فهو معروف. أما قائد سياسي فهو أمينا عاما وسكرتيرا كما يقال لثاني الأحزاب السياسية بعد تلك الفترة، هذا وهو الحزب الوطني الديمقراطي. وقائدا صحفيا كونه رئيس تحرير لجريدة الأهالي. أما دستوري فحسبه فضيلة هذه تساوي جميع أعماله. كتب الدستور العراقي لسنة 1958 ب 48 ساعة. 48 ساعة فقط كلفه المرحومان محمد صديق شمشل ومحمد علي وزراء الإرشادي والمالية الاقتصاد أمام تلك الفترة بكتابة الدستور. لذلك كتب الدستور العراقي دستور
1958 27 تموز 1958 كما هو معلوم لحضراتكم الثوره صارت 14 تموز 27 صدر الدستور. 48 ساعه املاها في كتابه وان كان دستورا موجزا حتى انني في مره من المرات كنت قد التقيت المرحوم في نقابه المحامين وقد حصل مني اعجوبه له على الاحكام التي وردت في الدستور. قال يا بني يا طارق الا تعلم القاعده القانونيه التي تقول ان الامور مرهونه باوقاتها وانه لا ينكر تغير الاحكام مع تغير الازمان. الوقت اللي كتبت الدستور 31 ماده وطلعت عبد الكريم قاسم السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه كنا نامل ان يستمر شهر شهرين ونعود الى الحياه الطبيعيه الحاليه، لكن الامر استقر ذهب خلاف ذلك واستمر الدستور لحين انقلاب 8 شباط 1963. كما ان حسين جميل داعيه وناشطا في مجال حقوق الانسان قبل جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان موجوده كل حاجه. لا بل خير ما كتب وكتاباتي خلافا لما يكتب جماعه حقوق الانسان الان. جماعه حقوق الانسان الان يترجمون ما يكتبوه الغرب وينقلوه الينا. والغرب يكتبون الصالح والطالع، يعني احيانا يكتبون على طول امرتين، الفرامل يخلى السياره، القى السياره ولا سياره، لكن من تجي بغداد بس يخلص بنزينها، نديرها بنزين عراقي يطق المحرك ماله. وكذلك الامر على الافكار، كتب خير ما كتب في حقوق الانسان، لذلك تجده حرك مكنته واستواءه وعلمه ومعرفته للفقه الاسلامي في مجال حقوق الانسان، من تقرا حقوق الانسان اول ما يجي، ولقد كرمنا بني ادم، قال لاحظ يكتب يقول لما كان الانسان محل تكريم من الله، ان يكون للانسان مثيله يجعله عبدا. ينطلق بآية كريمة أخرى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال لاحظ أنا وإياك خلفاء الله في أرضه. طبيعي القول في حسين جميل لا له كتاب مغمور لن يذكر في كل ما كتب عنه، مو كتاب الواقع هو يوميات في زرباطية. نفي لفترة قليلة هناك، اليوم مرة دورت أنا على عجالة بالمكتبة ما عندي الكتاب. وقت النفي كان يكتب اليوميات بأسلوب أدبي شيق وكأنه كاتب سيرة، كاتب ذكريات، كاتب قصص، كاتب روايات. تكلمت معه بكثير من المواضيع، قلت له مثلا ماذا علمت عن المحاماة؟ قال اسمع ما أرويه لك عن المحاماة، خير الأجور خير الأتعاب دفعت بالتاريخ ما دفعته مال الضوانيك لمحاميها. قلت ما دفعت؟ قال مال الضوانيك قدمت روبسبيير قاعد وحاكموها، كانت ملابسها رثة ولا تحمل إلا خاتم الزواج وباب المقصرة مفتوح من المحكمة إلى المقصرة، ففرنسي المحامي الفرنسي شوبولاجار تولى الدفاع عنها بعد أن أصدر روبسبيير حكمه. قالت يا شوفو انني لا اجد مبلغا من المال يفي دفاعك فلاسحب خاتم زواجي هذا مقابل الاتعاب والاجور. قال لي يا طارق اياك والولوغ في الخصومه فان كثير من المحامين ابتعدوا عن الخط السوي في الولوغ. اقول رحم الله استاذنا الاستاذ حسين جميل وجعل الجنه مثواه وطيب ثراه وسيكون شمعه قانونيه دستوريه سياسيه صحفيه قضائيه مهنيه في فاتني ان اذكر حسين جميل ترى نقيب المحامين لاكثر من مره واول العراقي الوحيد الذي اصبح رئيسا لاتحاد المحامي العربي. اشكر المدى وأشكر عظيم المثقفين بها وشكرا لكم سادتي والسلام عليكم. شكرا للأستاذ طارق حرب على كلمته القيمة هذه، وأود أن ألفت الأنظار إلى أن قانون أساسي العفو دستور 58
كان حسين جميل رئيس اللجنة، وكانت اللجنة مكونة من الأساتذة عبد الله البستاني وعبد الأمير العقيلي وسيم مقيد. هذا ما تذكره. كان العفو عمار توقيع عبد الكريم قاسم لم نرى هذا القرار، ولكن هذه الباحثة اللي هي جابته زين فسجلتها في أوراقي و الآن الكلمة للأستاذ معاذ عبد الرحيم فليتفضل. فالذي أعرفه عن المرحوم حسين جميل إنسانيته الطاغية وشفافيته، وكان داره هو موقع زيارة الكثير من السياسيين والأدباء والمثقفين، وحتى الذين يأتون من خارج العراق يتشوقون إلى لقائه في داره أو في أي مكان يرونه فيه. حتى عرفت الكثير من مزاياه الشخصية، وكان بمثابة الدكتور القانوني المسلم المشهور عبد الرزاق السنهوري بالنسبة إلى العراق فيما يتعلق بالدستور والقوانين، وكان طلاب الماجستير والدكتوراه كثيرا ما يزورونه في البيت يستشيرونه في كثير من الأمور القانونية، ومنهم من يستعير منه الكتب والمرجعيات القانونية. وأستطيع القول أن المرحوم حسين جميل في أيام الأخيرة كأي رجل كبير كانت تخونه بعض الذاكرة، فهناك من استغل هذه الفرصة واستعار كتب لم يعيدها إلى مكتبته. فالرجل له مزايا شخصية، من جملتها أذكر، نحن قلنا هذه هي ذاكرة عراقية، أذكر أنه كان يزور صديقه وزميله المرحوم محمد حديد في مناسبات الأعياد والمناسبات، فسألته مرة قلت له معي لماذا أنا أزورك الأستاذ محمد حديد في مثل هذه المناسبات؟ قال أو تدري أن محمد حديد أكبر مني بثلاث سنوات وواجبي أن أزوره وأنا لا يزورني هو في هذه المناسبات؟ فهذا
الشفافية والروحية الطيبة الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان أدت به إلى أن يعتكف في الفترة الأخيرة في داره بعد أن منع من السفر خارج العراق. فقد قتل أخوه المرحوم طالب جميل من قبل مخابرات النظام السابق، وكان يعتقد الكثيرون بأن المقصود كان هو المرحوم حسين جميل، ولكون المرحوم طالب جميل يشبه كثيرا أخاه المرحوم حسين جميل، فتصور هذا الرجل القاتل أن الذي غادر الفاتحة في جامع 14 تموز هو حسين جميل نفسه، أطلق عليه الرصاص. وبعد أن عرف بأنه عرفت الجهات القاتلة المجرمة بأنه أخطأ في الهدف، فهذا ما جعلهم يغضون النظر عن محاولة اغتيال حسين جميل. والرجل أخذ رسالة فبقى معتكفا في داره يراجع مذكراته السياسية والقانونية، وبالتالي أسلم روحه إلى البارئ رحمه الله. فهذا هو الرجل أنا ذكرته من خلال صلتي القربى به. أما ما ذكر من النواحي القانونية والسياسية التي أفاض بها الأستاذ صلاح فلا أريد أن أكررها، كل ما هنالك أذكر من خلاله رفقته إلى الساسة الكبار عبد القادر إسماعيل وعبد الفتاح إبراهيم ومحمد حديد عندما أسسوا جماعة الأهالي، وبالتالي عندما التحق بهم المرحوم الأستاذ كامل الشادرجي وقادهم في تأليف حزب الوطن الديمقراطي الذي كان علما من أعلام السياسة والدفاع عن حقوق الإنسان. هذا ما لدي من ذكريات، وشكرا جزيلا للمدى على هذا الاحتفال. شكرا للاستاذ معاذ عبد الرحيم. نلقيها نيابه عنهم الاستاذ زين احمد النقشبندي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده الحضور، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وادر القول بإني لن أتكلم عن حسين جميل رجل القانون والمحاماة والقضاء والفقه الدستوري والقانون، ولا حسين جميل رجل السياسة والوطنية والديمقراطية والقومية، فهذه الجوانب معروفة وقد تكلم عنها الكثيرون، وإنما أود أن أتكلم عن حسين جميل الإنسان، عن جدي الذي نشأ. طبعا الكلمة للأستاذ عمار زهاوي حفيد الأستاذ حسين جميل، كلام له: الذي نشأت في كنفه وما تذكره من صفاته وسلوكه اليومي مع عائلته ومع كل من كان يتواجد في الدار ويتعامل معه بأي صفة كانت، إن أول من طبع في ذهني عن جدي هو تواضعه الشديد الذي لا أبالغ إذا ما قلت إنه كان نادرا فهو يتعامل مع أي شخص مهما كان موقعه الاجتماعي باحترام كند له، واعتقد ان ذلك كان نابعا من افكاره الديمقراطيه والتقدميه والنزعه الانسانيه التي عايشته حتى وفاته. فقد كان يحس بالام الفقراء ويحس في نفسه الحرمان الذي يلفهم، ويتالم بمظاهر الفقر التي يجدها في المجتمع، ويستفزه الظلم اينما وقع وعلى من وقع. كما اتذكر انه كان يقوم بخدمه نفسه بنفسه، ونادرا ما طلب من اي شخص حتى منا نحن الاطفال ومن كان يعمل في الدار أن يؤدي له أي خدمة مهما كانت بسيطة، كمناولته قدحا من الماء مثلا. وعندما أردت رسالة من حفيده أخي الأكبر بشار عبد القادر الزهاوي الذي كان في بداية دراسته الجامعية في إنجلترا، وهو الآن طبعا يحمل شهادة الدكتوراه أو أستاذ في إحدى الجامعات، يخالف رأيه وينتقد موقفه من المعتزلة، ورغم البون الشاسع
بينهما من حيث الفكر والثقافة والسن في وقتها، فإنه لم يهمل رسالته واستمرت المناقشات بينهما، ولا أدري كيف انتهت ومن انتصر. وكان سعيداً ومهتماً بهذه المحاورة والمناقشات، وحتى الانتقادات السلبية التي كانت توجه إلى شخصه أو مواقفه الفكرية أو السياسية كان نادراً ما يرد عليه يرد عليها إلا إذا كانت مجافية للحقيقة. وكان يقول إنه لا موجب للرد إذا لم يكن من شأني خدمة الحقيقة، فضلاً عن أن أغلب من انتقده قد انتقل إلى رحمة الله وليس بإمكانهم الرد عليه. لذا سامحهم الله وسامحنا أن أخطأنا. لقد ألزم حسين جميل نفسه طيلة حياته العامة والخاصة بعدم الحكم على الأمور أو الأشخاص بدون دليل أو برهان. وقد يكون من المناسب أن أشير هنا إلا أننا عندما كنا نسأله عن سبب في عدم كتابته لمذكراته، كان يبرر ذلك بما معناه أنه قد يقوم بالحكم على بعض الأشخاص أو على مواقفهم أو سلوكهم بناء على معلوماته الخاصة التي قد تكون غير صحيحة، أو بناء على تقديره الشخصي الذي قد يكون خاطئا، في حين أنه يتعثر على هؤلاء الأشخاص لأسباب مختلفة الرد والدفاع عن أنفسهم ومواقفهم، وفي هذا تجني عليهم وربما على الحقيقة. لقد كان حسين جميل في تواضعه الفكري وسعة أفقه تسجيدا لمقولة الإمام أبي حنيفة التي كان يرددها دائما: علمنا هذا الرأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بخير منه قبلنا. كان زاهدا بالمال والثروة والمناصب والمراكز التي كان يؤمن بأنها وسيلة لخدمة الناس ومصالحهم. وخير مثال على ذلك الواقع المعروف والشارع عندما استقال من وزارة الإرشاد في عهد عبد الكريم قاسم بعد يوم واحد من استزاره، ولا تذكر أنه كان يرغب حقيقة بأي شيء باستثناء الكتب التي كانت حبه الشديد وشغفه الوحيد. وكثيرا ما سمعته يقول: يكفي الإنسان بيتا يسكنه وموردا يكفي له العيش الكريم. كما كان يقول أن الثروة الحقيقية التي يمتلكها هي رضا الناس عليه. وهذا الرضا الذي سبق أن عبر عنه عدد كبير من مواطني وطنه عندما انتخبوه 4 مرات لعضوية مجلس النواب، وما عبر عنه إخوانه المحامون بانتخابه نقيبا 4 مرات، وعندما طلبوا ترشيحه للمرة الخامسة رفض ذلك. إن الكلام عن حسين جميل سيكون ناقصا إذا لم أتكلم عن حبه للنكتة وروايته للطرائف. أذكر من ذلك طرفة وقعت له، ففي أواسط الخمسينات سافر مع ابنه علي إلى إنجلترا لإكمال دراسته الثانوية في إحدى مدارسها، وأثناء سيرهما في إحدى شوارع لندن التقيا صدفة بنور السعيد الذي بادرهما بالتحية واستفسر عن سبب وجودهما في لندن. فلما أخبراه السبب التفت نور سعيد إلى علي وقال له: عفي علاوي، وماذا ستدرس في المستقبل؟ فأجابه: سوف أدرس الهندسة. وهنا قال نور سعيد: كل الزين اقرأ الهندسة ولا تقرأ لغوة مثل أبوك. إن الذكريات تتزاحم في ذاكرتي عن هذا الإنسان الديمقراطي فكرا وفعلا، صاحب المثل العليا التي لم يكن يؤمن بها فقط، بل كانت جزءا لا يتجزأ من تكوينه وسلوكه. ولولا خشية الإطالة وجلب الملل لأنفسكم لتكلمت عن الكثير من هذه الذكريات. لقد كان حسين جميل بحق مثلا أعلى يقتدى به كسياسي وكإنسان، ليس لأنه جدي بل لأنه كان رجلا صادقا ونزيلا ومن خيرة الرجال، كما قال صديقه الوفي الأستاذ سالم عبيد النعمان أطال الله عمره في كلمته الوداعية التي ألقاها على قبره في 7/1/2002. وفي الختام لا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نشكر كل القائمين على مؤسسة المدى التي جمعتنا في هذه الندوة الكريمة، والندوات التي قامتها من قبل والتي تذكر الأجيال الحاضرة برجال العراق وبناته من مفكرين وسياسيين وأدباء وشعراء. والشكر موصول إلى كل السادة الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمار عبد القادر الزهاوي حفيد حسين جميل، السلام عليكم. وبهذا ننهي هذا التجمع عن الأستاذ حسين جميل، متمنيا لكم طيب الصحة والعافية، وإلى مناسبة أخرى الأسبوع المقبل بإذن الله، وشكراً.